سبحان الله. أيضا شيخنا فيما يتعلق بتدبر القرآن حتى فيما يراه النائم في منامه، من أحيانا مما يصيب الإنسان في هذه الدنيا، فتأتي حتى نقرأها في منامات السلف الصالح وما غيره، أن الله عز وجل كأنه يريه في منامه آية من آيات لها تدبر، ثم يجد بركتها في يومه، أو كان تفريج الهم في هذا. فما مر عليك شيخنا فيما يتعلق بهذه الأمور؟ نعم، بالنسبة لهذه كثيرا ما تحصل، كثير من الناس يرى حتى اليوم يرى في المنام أنه يقرأ آية أو يسمعها، وتكون تلك الآية ترمز إلى حدث سيمر عليه في هذا اليوم، إما لنجاته من حادثة، أو لتحذيره من أمر ما، أو لتنبيهه على خطر معين. كثيرا ما يقع ذلك للناس إلى اليوم، وفي بعض الأحيان أيضا تكون لا تتعلق بشخصه هو، تتعلق بأمر عام، إما كوني وإما عالمي. والله سبحانه وتعالى يطلع بعض العباد على بعض عجائب ملكوته ليزدادوا يقينا. فالإنسان يحتاج أولا إلى الإيمان، وإذا وصل إلى الإيمان يحتاج إلى إحسان، لذلك الإيمان يكون حسن الإسلام من حسن إسلام المرء، إن المرء إذا أسلم فحسن إسلامه. ثم يحتاج إلى اليقين، واليقين هو الثبات وعدم التزلزل نهائيا وعدم الشك، وهذا هو الذي حصل لإبراهيم عليه السلام، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، هذا هو اليقين. ولذلك قال الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أراه الله ملكوت السماوات السبع، الله أكبر، الأسرار الخفية فيها والأرض، كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وهذه هي في الغيوب النسبية، لأن الغيب ينقسم إلى قسمين، غيب حقيقي وغيب نسبي. فالغيب الحقيقي لا يعلمه إلا الله، وهو مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، لكن بعضها غيبيته مستمرة، غيبيته المطلقة مستمرة، وبعضها يزول عنه ذلك بالتدريج. هذه الخمس بيّنها الله تعالى في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عنده علم الساعة، هذا من الغيب الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله، حتى إسرافيل المأمور بالنفخ في القرن قد أصغى ليتا من زمان، من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينتظر الأمر بالنفخ ولا يدري متى يؤمر، منذ ذلك الوقت في العهد النبوي وهو قد التقم في القرن وأصغى ليتا ينتظر أن يؤمر بالنفخ، وإلى الآن لم يؤمر به وسيؤمر به، لكن لا يعلم متى يؤمر بذلك. لكن هو في العهد النبوي في أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعهد إليه بإسرافيل، كان يأتيه ثلاث سنوات حدثه ويأمره وينهاه، لكن بعد ذلك التقم القرن فشغل في العهد النبوي، شغل في انتظار هذه النفخة العظيمة التي هي نفخة الفزع يصعق لها الخلائق جميعا، وبعدها بعد 40 سنة يؤمر فينفخ فيه نفخة الحياة فإذا هم قيام ينظرون. وهو الآن مشغول بهذه النفخة، هي وظيفته منذ العهد النبوي إلى الآن، وهو قد التقم القرن وأصغى ليتا ينتظر الإذن، أصغى ليتا معنى رفع أحد شق رقبته ينتظر الإذن له بالنفخ، لا يتأخر. إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة هذا لا يعلمه إلا الله. ولذلك قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. فهذا الغيب الحقيقي الذي لا يكون، لا يستحيل غيبا نسبيا أبدا. ثم الغيب الثاني، المفتاح الثاني من مفاتيح الغيب الخمسة، وإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، فهو الذي يعلم متى ينزل الغيث وكم حجمه وكم قدره وكم ينفع أو يضر، ما فيه من المنافع والمضار، وعدد قطره، هذه أمور لا يعلمها إلا الله، عدد قطر المطر، الله أكبر، عدد ما يترتب عليه من النفع والضرر، يريكم البرق خوفا وطمعا، ما ينبت به، ما يكون طعم النبات المختلف، ألوان النبات، طول النبات المأذون به،
متى ييبس نباته، متى تقتلع الرياح، كل هذه الآثار، ما ينزل به من الفضاء من الأمور التي فيها بذور أو نباتات أو حتى أشياء ضارة أو حتى حيوانات ومخلوقات فضائية تنزل فيه، أو حتى غبار أو ذرات فضائية يأتي بها المطر معه، وما يغسل الجو أيضا وينظفه فيصقل هذا الأكسجين وينظفه، كل ذلك لا يعلمه إلا الله، لأن بيننا الآن في هذا الأكسجين من الذرات ومن الأمور الضارة ومن الميكروبات ومن الفيروسات ما الله به عليم. لو أن الإنسان أطلع عليه فرآه بعيني بصره لاستمر به لما يستطيع ما يستطيع أصلا أن يتنفس فيه، لكن ستره الله عنه ليتنفس فيه. وهذا المفتاح الثاني. هذا المفتاح الثاني. المفتاح الثالث، ويعلم ما في الأرحام، ما في الأرحام، الحمل كله يعلم الله سبحانه وتعالى، هل هو شقي أو سعيد، هل هو نطفة، متى يكون علقة، متى يكون مضغة، هل المضغة مخلقة أو غير مخلقة، هل هو ذكر أو أنثى، متعدد أو منفرد، هل هو كبير أو صغير، معمر أو منقص من عمره، مرزوق أو محروم، إلى غير ذلك. كل ما يعمل من الأعمال، أعمال الخير وأعمال الشر، كلها معلومة قبل أن ما زال في بطن أمه. أيضا يعلم الله طول أمعائه وعرضها وسعتها وما فيه من العروق والكريات البيضاء والحمراء في الدم، عددها الهائل، عدد الأنسجة في الجسم، وعدد ما في كل نسيج من المكونات، النواة والنوية والسهام الجلجي وكل هذه، حتى غشاء السيتوبلازم، كل هذه معلومة عند الله بحجمها وحالتها تماما لا تتغير. فكثير من الناس يظن أن علم ما في الأحرام مختص باكتشاف هل هو حي أو ميت، حي أو ميت، وذكر أو أنثى، ومتعددة أو غير متعددة، يمكن أن تكشف عن طريق الأجهزة الحديثة. نعم، نعم، بالأشعة، لكن هذه الأشعة تصرفها على أن تكون غيبا. بالأشعة لم تكن غيبا، وإنما صارت من عالم الشهادة، مثل من يضع النظارات ويرى بها أشياء لا يراها بدونها. فالغيب النسبي مثل ما نحن فيه الآن في داخل هذه الغرفة، بالنسبة لمن هو خارج الغرفة نحن غيب بالنسبة إليه، لكن إذا دخل أصبحنا من عالم الشهادة في حقه، هذا الغيب النسبي. ولذلك ما في الأرحام يعلمه الله، لذلك قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، حتى الحمل خارج الرحم، وحتى بعض الخلائق التي أرحامها في أماكن غير مكان الرحم عند الإنسان والحيوان المعروف، وبعضها تحمل ذرية غيرها أجناس أخرى، بعض الخلائق بيضها تفقسه أو تدخله داخل الحيوان آخر فيتربى فيه ويموت الحيوان الآخر ويخرج البيض ويفقس. فهذه من عجائب قوله إن الله يعلم ما تحمل كل أنثى، كل أنثى هذا يشمل جميع الأجناس والخلائق، وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. كذلك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، الأرزاق كلها علمها عند الله سبحانه وتعالى، كل إنسان يكتب له رزق يزيد وينقصه، حتى الملك الذي أرسل إليه وهو جنين في بطن أمه يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، لكن ذلك الرزق قابل للزيادة والنقص لأنه مقيد بشروط وانتباه الموانع، فيكتب الملك ذلك الرزق مقيدا، إذا وصل رحمه زاد رزقه بكذا وزاد عمره بكذا، إذا تصدق ازداد بكذا وهكذا، وهو لا يعلم، الملك لا يعلم هل سيتصدق أم لا، هل سيصل رحمه أم لا، لكن الله يعلم ذلك سبحانه وتعالى. فلذلك قال ما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ثم الأخير، وما تدري نفس بأي أرض تموت، قضية الموت وقتا ومكانا، زمانا ومكانا، لا يعلمها إلا الله. فالله سبحانه وتعالى حدد الآجال زمانا ومكانا. ولذلك حصلت قصة عجيبة لسليمان عليه السلام، كان عنده فتى من بني إسرائيل، هو شاب في مجلس سليمان، وكان الناس ذاك يرون ملك الموت، فجاء ملك الموت إلى مجلس سليمان فكان ينظر إلى هذا الشاب نظرة حادة،
فانزعج من الشاب خاف منه خوفا شديدا. فلما قال لسليمان قال له سليمان تعرف هذا الذي ينظر إليك؟ قال لا من جنودك لكن ما عرفته. قال هذا ملك الموت. قال لقد نظر إلي نظرا أرعبني. فسأل سليمان ملك الموت قال ماذا تنظر في هذا البتة؟ قال أمرت بقبض روحه. بعد هو أصلا لما انزعج طلب من سليمان أن يعيره الريح لتضعه في بلاد الهند مكان بعيد، فسارت به الريح مسيرة شهرين ووضعته في بلاد الهند في تلك العشية. فسأل سليمان ملك الموت عن نظره إلى ذلك الفتى بغير محضر الفتى. قال كنت أتعجب فإن الله أمرني بقبض روحه الليلة في الهند وهو عندك في الشام. لا إله إلا الله. فإذا هو قد وصل إلى الهند في تلك اللحظة. سبحان الله. نعم. هذه من العجائب. فهذا من العلم الغيب المطلق لله عز وجل. نعم العلم الغيب المطلق لله وعلم الغيب النسبي يطلع عليه من شاء من عباده. فهذه الآيات التي يراها الإنسان في منام تدخل في النسبي. بهذا وتكون من ملكوت الله، لأن الله له الملك والملكوت، الملك في الظواهر والملكوت في الخفيات. فما يطلع الله عليه الناس من تلك من عالم الملكوت ومن عالم الغيب ليس لي كشف شيء أو إطلاعهم عليه بل لزيادة يقينهم، لأنه هو الذي يحصل به اليقين حتى لا يرتاب الإنسان ولا يشك أبدا. كلما أطلع على شيء من هذه العجائب كلما تمكن الإيمان من قلبه ونزلت السكينة فيه. كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.